بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا بعنوان الشهوات الروحية. ببساطة الإنسان الروحاني عنده شهوات روحية، والإنسان الطبيعي أو الجسداني عنده شهوات جسدية، وكلنا ناس روحيين لنا أجساد، ولكن قد نكون ناس جسدانيين ولنا أرواح. يعني إيه؟ يعني باختيارك وبجهادك بتحدد إما إنك جسداني ولك روح، أم روحاني ولك جسد. فاهمين الفرق؟ أشرح. جسداني ولك روح، يعني اللي بيحرك دماغك طول الوقت حاجات جسدية، أكل، شرب، لبس، كرامة، فلوس، جسد، حاجات بتاعت الدنيا دي اللي واكل عقلك طول الوقت. أو إنسان روحاني لك جسد، يعني اللي بيحرك عقلك خدمة، صلاة، إنجيل، توبة، تسبيح، عطاء، ولك جسد بيأكل ويشرب. واضح؟ الصوم هو الفترة اللي الكنيسة بتزقنا كلنا عشان ننقل من جسداني لروحاني، بدل ما نبقى جسدانيين لنا أرواح نبقى إيه؟ روحيين ولنا أجساد. احنا مش بنلغي الجسد، لازم هناكل ولازم هننام، لكن مش ده اللي شغلنا، مش ده اللي بيحركنا، مش ده اللي واكل عقلنا. يبقى فكرة الشهوات دي ما هياش اختراع للمؤتمر، لا دي جت في الكتاب بدليل التعبير المشهور اللي قاله بولس، الجسد ايه؟ يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر. رغبتك في الصلاة تتحداها رغبتك في النوم، رغبتك في الخدمة تتحداها رغبتك في الراحة، شهوتك في العظمة تتحداها شهوتك في الاختفاء او التواضع. يبقى واضح ان فيه خناقة. الخناقة دي انت اللي مسؤول عنها، انت اللي بتحسمها، انت اللي بتقرر النهاردة تعيش ازاي ومصيرك بكرة يكون ازاي. على قد قرارك النهاردة تختار تعيش ازاي، على قد مصيرك. اخترت تعيش بالروح يبقى ماشي مع المسيح، لان المسيح له المجد، هو اله الارواح والاجساد، هو اللي حط فينا روحه عشان نبقى معاه للابد. اخترت تبقى بني ادم، يبقى انت يا ادم من التراب وايه؟ والى التراب تعود. انت اخترت تعيش مجرد بني ادم، فرقت ايه عن واحد ما خدش النعمه؟ هبتدي معاكم الاول بنص من اشعياء ينبهنا انه الشهوه الروحيه هي حاله عطش او حاله جوع لشيء روحي لربنا. عموما الشهوه الروحيه هي حاله جوع وعطش، وده التعبير اللي قاله المسيح في الموعظه على الجبل، طوبى للجياع والعطاش للبر. مش يا بخت الذين يبحثون عن البر، لا، المعنى اجمل واعمق. يا بخت اللي جعان، اصل الجعان بيتحرك من غير ما يفكر، بيفتح التلاجة من غير ما يحسب. العطشان على طول بيمسك كوباية المية بنهم. طب انت ينفع تبقى كده روحيا؟ تبقى في حالة عطش وجوع دايما، عاوز تتعلم، عاوز تصلي، عاوز تتوب، عاوز تتناول، دايما في حالة من دول. النص ده من أشعياء، من النصوص الجميلة قوي اللي تورينا يعني ايه انسان روحاني عايش حالة عطش. ايها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، الذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة. على فكرة طبيعة أشعياء بما أننا بنرزس أنبياء يكرر كتير لأنه أسلوب أدبي، ففي الأدب ممكن في الشعر تلاقي كلمة مهمة تتعاد كذا مرة، زي المرد بتاع التسبحة أو زي القرار بتاع الترتيلة، فتلاقي يقول يلا هلموا ويعدها كذا مرة، اشتروا ويعدها، عطاش ويعدها، فالتكرار له قيمة لأنه بيتك على المعنى المهم. تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لماذا
توزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع. استمعوا لاستماعا، كلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم نفوسكم. أميلوا أذن آذانكم، هلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا. مراحم داود الصادق. فكرة يا عطشان تعالى، اللي مذاكر الإنجيل كويس لازم مخه على طول يسحب على يوحنا 7، لأن في يوم من الأيام وقف المسيح على حتة عالية، وكان يوم عيد، ونادى، نادى في الإنجليش، صرخ بصوت عالي وقال إن عطش أحد ها فليقبل إليه ويشرب. كان عيد يسموه عيد المظال، وكان في طقس في مية. عيد المظال عند اليهود كبير الكهنة ياخد مية من بركة سلوان بزفة ويدلقها على مذبح المحرق كل سنة، ففي الزفة دي تبقى ايه عشرات الالاف، ويقولوا في التسبيحة بتاعتهم يستقون مياهم بفرح من ينابيع الخلاص، ويقعدوا كده يهللوا على المية وهم مش فاهمين ايه المية. فوقف المسيح لأول مرة في التاريخ يقول لهم أنا المية، كلام علي أنا، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس، يبقى تبقى إنسان روحاني لو بتشرب المية تتملي بالروح. تعالوا نعيش مع النص الجميل ده. هلموا إلى المياه أيها العطاش جميعا، هلموا إلى المياه الذي ليس له فضة، تعالوا اشتروا وكلوا. هلم اشتروا بلا فضة وبلا سمن خمرا ولبنا. الصيام يا أحبائي، كنيستنا اختارت لنا شوية شخصيات كده عطشانة حطتها قصادنا. شخصية الحد الجاي الابن الضال، واحد عطشان جدا لحضن ابوه وحشه، هو عمل كل اللي كان نفسه فيه وتبهدل آخر بهدلة وتزل كل الزل، وبعدين اتحرك فيه شعور نفسي ارجع عيل صغير ابويا ياخدني في حضنه، يا ريتني ما كبرت، يا ريتني ما كنت شاب، يا ريتني ما عرفت اصحابي، يا ريتني مت قبل اليوم اللي قلت له هات الفلوس اطلع. وبقى عنده شوق ملح، نفسي ارجع، يقبلني ما يقبلنيش. العطس ده حركه. يا بخت العطسان لحضن الاب، يا بخت اللي مشتاق قوي يترمي في ربنا كده ويقول له الغي كل الماضي، امسح كل اللي انا عملته، اشطب على كل الخطايا. الاسبوع اللي بعده تقابلنا السامرية عطشانة جدا وعطشانة، وطبعا السيناريو مليان سيمبوليزم، يعني مليان رمز، هي جاية تشرب، جاية تشرب. فالمسيح قال لها ما هي المية دي ما بترويش يا بنتي العطشان، كل من يشرب من هذا الماء ايه، ومع كده هي عطشانة، عطشانة الحب، بس جربته طلع كله وحش. الرجال اللي عاشت معاهم ادعوا ان هم بيحبوها، بس ولا واحد روى عطش ولا واحد شبعها، وكانت بتدفع من جسدها ومن دمها عشان نقطة مية ما لقيتش. فهنا اتكلم تعالي اشتري من غير فلوس، تعالي خدي حب ببلاش. فالسامرية كانت عطشانة لعريس حقيقي يحبها من غير ما يلمسها، من غير الفكر الجسداني. الاسبوع اللي بعده نقابل المخلع، المخلع عطشان جدا، بس الايه انه اتحرك، واحد رجليه عجزة بقاله 38 سنة. تصور انت وانت كتير اطباء بتتعاملوا مع المرضى، مريض مزمن بيبقى اكتر حاجة نفسه فيها ايه، انه يخف، انه رجليه تتحرك، انه يعيش طبيعي. فطبعا ده عنده عطش فظيع، كأن الكنيسة بتقول مش هتخفوا غير لما توصلوا لحالة العطش، مش هتدوقوا حضن الاب ولا حلاوة العريس ولا الرجلين اللي بتتحرك الا لما تعطشوا زي الناس دي. هلموا اشتروا بغير فضة. المولود اعمى، واحد عطشان جدا انه يشوف، مشتاق، يعني في شهوة فظيعة انه يشوف الناس شايفة ايه. نفسك تشوف القديسين بيشوفوا ايه؟ نفسك تعرف اللي سبقوك دول كانوا شايفين ربنا ازاي وشايفين الدنيا ازاي؟ ما نفسكش توصل لكده؟
ما عندكش حالة عطش للقداسة للاستنارة انك ترى ما لا يرى، هتفضل شايف بس اكل وشرب ومباني وعربيات وهوسة. إذن النداء للعطشانين يخصنا، لاننا كلنا بيجي لنا لحظات عطش، بس دي بقى فرقنا عن الناس دول. احنا لحظة شوق وتطفي، لو انت روحاني بقى تبقى ايه؟ حالة شوق. في فرق كبير قوي بين لحظة شوق وبين ايه؟ حالة شوق. تسيطر عليك بقى، تسيطر عليك احساس مش عاوز غير حضن ابويا، مش عاوز غير اشوف ربنا، مش عاوز غير افتح، مش عاوز غير امسي، مفيش حاجة تاني غير كده. ساعتها هتقوم، ساعتها هتفتح، ساعتها هتدوق. أيها العطاس جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبن. الناس لما تبقى نفسها في حاجة بتدفع كتير، انت عشان تخف بتدفع فلوس كتير لدكتور او لدواء، عشان تتفسح بدعوة انك هترتاح ممكن تصرف الافات، مش كده؟ تصور ان الراحة او التعزية او الشفاء او الحضن او السلام او كل ما تحتاجه بجد ما يندفعش فيه فضة ولا دهب. ارخص حاجة في الدنيا هي اغلى حاجة في الدنيا، ارخص حاجة هي رحمة ربنا، حضن ربنا، هي السماء، لان ما بيدفعش فيها فلوس وهي اغلى حاجة. بس لان الناس شايفاها رخيصة زيادة الناس بتستقل بيها. لو أدركنا يعني إيه التناول ده ولو عملوه بفلوس كنا نحوش فلوس العمر كله، لكن لأنه ببلاش يا من نام ونسيب القداس، أصله ببلاش. هلموا اشتروا بغير فضة. أحبائي الحب في العالم مكلف جدا بكل أشكاله. أنت عشان تتجوز بتجيب شبكة وتجيب شقة، حتى حبك لعيالك بتتكلف انك مسؤول عنهم وبتصرف عليهم. حب الصداقة بتقف وتخدم صديقك، لكن الحب الالهي غير مكلف. انت تقعد وهو يديك حب، تفضله بس، مفيش تكلفة خالص. الامان في العالم غالي جدا. النهاردة في ناس بتأمن على حياتها بالملايين، تلاقي وثيقة التأمين كذا مليون. طبعا هو ده عبارة عن ايه؟ واحد جعان للامان فبيأمن، بس هو بيأمن على ايه؟ هي دي لا تمنع حادثة ولا تمنع مرض ولا تمنع وفاة. هما بيقولوا له بإذن الله لما يحصل لك مصيبة، انت الجمال حاجة تدي امان، او لما تموت بإذن الله. ده التأمين ده رعب بقى، لان الموضوع ده بيتفتح مع كل شهادة تأمين، لازم تلاقي البنود كده، حادثة، مرض، موت، يعني ما تقدروش تلغوا ده؟ لا ما نقدرش طبعا. احنا بنقول لك لما ده يحصل يا ساتر يا رب. اذا الامان في الدنيا مكلف جدا. الامان عند ربنا ببلاش. اشتروا بغير فضة، مش محتاج خالص. لا تهتموا لحياتكم، لا تهتموا للغد، الغد يهتم فيما لنفسه، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. ألقي على الرب همك هو يعولك. إيه ده بقى؟ ببلاش، كله ببلاش. ماء وخمرا ولبنا، تعبيرات جميلة قوي، لأنه هي كلها عبارة عن شبع. المية إشارة للامتلاء بالروح، الخمر مقصود به بالذات فرح الروح، اللبن مقصود به غذاء الروح. بمعنى إيه؟ كل دي لغة الكتاب. المية دايما الروح القدس، بس في مية تبقى خمرة. الخمرة دايما رمز للانتعاش، للفرح، للبهجة. مش انت نفسك تفرح؟ تعال ببلاش وهنفرحك، ومش هتدفع فلوس، وخمرة من نوع مختلف. ببلاش كده تلاقي نفسك طاير من السعادة. بص على الابن الضال ولا السامرية ولا المخلع بعد لقاء المسيح، تعرف يعني ايه خمر، تعرف يعني ايه سكر روحي. يعني واحد عنده نشوة مش عند حد،
سعادة مش طبيعية هو ده الخمر. واللبن، اللبن هو الغذاء، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش، كلمة ربنا. يعني عاوز تتقدم روحيا، عاوز تكبر، عاوز تفهم ربنا أكتر، عاوز تعرف تمشي على رجليك كويس، نقص اللبن ده بيخلي العيال مش عارفة تمشي. مش كده؟ أنت عاوز تمشي تتحرك، تعال ببلاش برضو. يبقى بعد ما قال خدوا مية ببلاش، قال خدوا معاها كمان خمرة وخدوا لبن وكله ببلاش. يبقى الشهوات الروحية هي حالة احتياج دائم لله، وهي ليست لحظة احتياج، هي حالة بتسيطر على الواحد. مش هقبل يا رب غير أطلع فرحان، مش هقبل يا رب غير أطلع شبعان، أنا يا رب تعبان مش هطلع من قدامك غير مرتاح، ومش هدفع فلوس لأن أنت مش بتاع فلوس. نكمل النص يقول إيه؟ لماذا تزنون، تزنون يعني توزن، لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. يعني إيه تعبكم لغير شبع؟ يعني بالعكس بقى، أنت ليه يا حبيبي مبهدل حياتك شقة وغلب وما بتشبعش؟ اشتغلتوا كم سنة؟ وصلتوا لإيه؟ وصلتوا لشبع كامل، لسلام، لاستقرار؟ دخلت عرفت كم بني آدم في الدنيا؟ ها البني آدمين شبعوك، فرحوك، سدوا احتياجك، كلت كم أكلة طول حياتك؟ وصلت لإيه في الآخر؟ شوية أمراض وكوليسترول. تعبكم لغير شبع، يعني ليه لغاية دلوقتي مش راضيين نفهم إن سكة الدنيا ما بتشبعش، ومع كده هي نفس السكة، مستني من الناس تشجيع، مستني من الفلوس سلام، مستني من الإنجازات يعني تحقيق نفس. تعبكم لغير شبع. فحجاي، ما أنا بقى هشتغل معاكم أنبياء شوي، قال نفس المعنى بطريقة تانية، قال بصوا لحالكم. حجاي لما لقى الناس رجعت من السبي ومشغولة بأراضيها والأماكن بتاعتها ونسيت الهيكل، قال لهم زرعتم كتير ودخلتم قليل، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفئون، اللي بياخد أجرة بياخدها كأنه حطها في كيس مخروم. شوفوا المعنى الجميل ده، كم واحد فيكم حس بدي؟ كم واحد قال في يوم الفلوس ما فيهاش بركة، وإيه تلاقيه بيدخل بالألفات، يقول لك الفلوس ما فيهاش بركة. طب وانت مش فاهم؟ ما هو الجيب مخروم، مش الجيب مخروم لأن مراتك مبذرة وطول النهار تتخانق معاها، لا، لأنك أنت حياتك ماشية غلط، لأنك أنت مدي 18 ساعة للدنيا وربع ساعة لربنا، ومعتبر نفسك عادي وطبيعي. طب خليك، ده كيس مخروم يا حبيبي، هتقعد كده لغاية ما تطب فجأة وتكتشف أنا عشت كده غلط، أنا عاوز أعيد من الأول. طب ما تلحق تعيد من الأول دلوقتي لحسن يبقى توليت. الآخذ أجرة كما لكيس منقوب، إحساس وحش، بس هي دي الدنيا، إنك تتعب قوي عشان حاجة محددة وبعدين تلاقيها طارت، تدي حب للناس وتفاجأ بكبسة، تتوقع توقعات عالية وتلاقي خدت ألم. إيه الجديد؟ مفيش جديد على فكرة، اللي أنت بتقوله بيقوله كل الناس، وانت تسيب الطريق السهل ابو بلاش. شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع المياه الحية، لينقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لا تضبط ماء. كفاية expectations من الدنيا، بلاش نبقى مغفلين يا احبائي، الدنيا ما بتديش اكتر من اللي اديته قبل كده، مفيش جديد في الدنيا، كما كان هكذا يكون. الدنيا بتدي مقالب، الدنيا بتدي إحباطات، الدنيا بتدي فراغ، الدنيا بتدي سراب، الدنيا عبارة عن آبار، آبار مشققة ما بتلمش نقطة مية، لسه هتحفر تاني، لسه هتتخانق تاني. وبعدين بقى قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا على كلمتك، تعبنا الليل كله دي بقى اكتشاف، بس يا بختك يا بطرس اكتشفته وغيرت وركزت واخترت صح، انك لا
مش عاوز غيرك يا رب، همسك فيك، عطشان ليك، بزيادة سمك، بزيادة شبكة، يا بختك. عقبالنا لما نكتشف هذا الاكتشاف وننقل على التعب المشرق. لتتلذذ بالدسم أنفسكم. خلي بالكم الكلام لذيذ، يعني ايه ده؟ واحد بيعزمك على حاجة لذيذة، بيقول لك كل واشبع وتلذذ واغرف وبراحتك خالص. لماذا تزنون فضة لغير خبز، تعبكم لغير شبع؟ استمعوا استماعا، يبقى واضح السكة اهو. ها، يبقى قاعدة زي كده ممكن شوية تشبعك. كرر القعدة دي كتير، وكرر بقى وقفة القداس كتير، وكرر الخلوة كتير، تتلذذ، تبقى عايش حياة لذيذة. يا جماعة القديسين هم أسعد ناس عاشوا على الأرض، مش بس وصلوا السماء، لا ده قبل ما يوصلوا للسماء هم أكتر ناس فهموا صح الحياة تتعاش إزاي، فعايشين حياة لذيذة جدا، حتى مع الفقر، مع الذل، مع الضيقة، مع التجارب، مع الاضطهاد، هم مبسوطين. لتتلذذ بالحضور الإلهي. ازاي تحس ان ربنا دايما جنبك وقصاد عينيك؟ على فكرة دي خبرة معروضة عليك ببلاش. كل واحد فيكم ممكن يستمتع بان ربنا قدامه وجنبه طول اليوم 24 ساعة 7 ايام. انت اللي عاوز او مش عاوز. هتتليه في الناس ورأي الناس، لغيته. هتركز في الفلوس والهري ورا الفلوس، لغيته. هتقعد تفكر تاكل ايه وتشرب ايه وصحتك شكلها ايه، لغيته. لكن جعلت الرب امامي كل حين، عن يميني لا اتزعزع، من اجل هذا فرح قلبي. ده اختيارك، عاوز تعملها ولا مش عاوز تعملها. خسارة الساعة اللي تفوتك وانت مش واخد بالك ان ربنا لازق فيكم، خسارة صدقني. خسارة اليوم اللي يعدي ما تحكيش معاه. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ هو على فكرة متألم بس ساكت، هو مش زعلان بالمعنى الحرفي، هو صعبان عليه. انت اللي مبهدل روحك بالعيشة دي. هل بتستمتع بالصلاة والانجيل والكنيسة؟ تتلذذ بالدسم نفسك؟ هل الخدمة والكرازة والتعب حاجات لذيذة بالنسبة لك؟ هو دي بقى اللذة الروحية، هي دي الشهوات الروحية. كل بند من دول يتحول الى شهوة، عاوز اكتر عاوز اكتر، يلا براحتك. البشر كلهم مدمنين، بس نوعين من الإدمان، إدمان أرضيات وإدمان سماويات. بس كل البشر والحمد لله دلوقتي يعاملوا معاملة المدمنين. المدمن دماغه متبرمجة على حاجة عاوزها طول الوقت. في ناس مدمنة فلوس، في ناس مدمنة شغل، في ناس مدمنة مخدرات، في ناس مدمنة جنس، في ناس مدمنة إنجيل، في ناس مدمنة خدمة، في ناس مدمنة تأمل، في ناس مدمنة عبادة. شوف انت عاوز تروح فين. بس في الحقيقة الاولاني عاوز علاج، التاني مش عاوز علاج. اميلوا اذانكم وهلموا الي، استمعوا فتحيا انفسكم، اقطع لكم عهدا ابديا مراحم داود الصادق. تلاحظوا المدخل الاساسي للشهوة الروحية او للعطش والشبع فكرة الاستماع. عشان كده بيلح فيه، استمعوا، رجع يقول ميلوا دنكم هلموا إلي، اسمعوا. في إلحاح على حتة الإنجيل. الإنجيل هو المدخل الأساسي لتحريك الشهوة الروحية، هو اللي بيخلي الواحد فينا يتنقل من جزدان الروحاني. طول ما علاقتك بالإنجيل سطحية أنت جزداني، مهما كنت موجود في الكنيسة أو بتخدم. الإنجيل هو اللي بيعمل السويتش ده. خطية الاحتماء بالفلسطينيين بتفكرنا بايه؟ داود اصله، داود على قد ما كان شهوته عالية جدا روحيا، على قد ما عمل بلاوي. ففي مرة مشي ورا جسده مش ورا روحه، فجسده فكره قال له طول ما انت ماشي ورا ربنا عمال تهرب من شاول، ما تجرب تحتمي في ملك الفلسطينيين. فراح عند ملك جات قال له عاوز ابقى تبعك. طبعا بس معناها ساعتها ايه؟ مش عاوز ربنا بقى خلاص. اتبهدل بهدلة وندم ندم على الكام فترة اللي قعدها عند الفلسطينيين، وعمل اخطاء كلفته كتير جدا، لانه في يوم من الايام بطل يتكل على ربنا
واتكل على ذراع بشر. يا داود ده انت اللي قلت انت حصني وانت صخرتي وتحت جناحيك اعتصم وبك ده انت قلت للعالم اللي محدش قاله عن ان ربنا هو المتكل الوحيد في وقت ما عملهاش. وفين لما ربنا رحمه ورجعه تاني للطريق؟ بس كان اتذل. طب احنا لازم نتذل عشان نرجع؟ لازم الدنيا تبهدل فينا عشان نفهم؟ طب ما نفهم بالذوق احسن. داود في وقت كان بتاع مزامير وشبعان وطاير بربنا، وفي وقت تاني كانت ايده مليانة دم حرمته من اجمل شهوة حركته في اخر حياته. لما اشتهى يعمل بيت لربنا قال له بلاش يا داود، بلاش عشان ايدك فيها دم. لانه مش كل الحروب اللي دخلها داود كان داخلها عشان ربنا، مش كل الجهاد اللي كان بيجاهده كان بالروح القدس. قال له معلش بلاش، ايدينا ساعات تبقى مليانة دم بس بطريقة تانية. الكلام عن الناس دم الناس في ايدك، ظلم الناس باي اساءة الظن بالناس كل ده دم. ساعات ده موقف شهوتك الروحية، معطل خدمتك لانك ايديك فيها دم. خطيئة الكذب، مرة داود استسهل وقال كذبة قد كده قد كده، بيضة صفراء معرفش بقى تطلع لونها ايه، كان هربان من شاول ومفيش بقى انترنت وبتاع، فمحدش بلغهم في مدينة الكهنة ان داود هربان من شاول، وراح عند الكهنة 80 كاهن في بعض ناس طيبين قوي زي دير كده، وقال لهم معلش انا جاي يومين في مأمورية كده، وكذب ما قالش انا هربان من شاول. قالوا له اهلا وسهلا، مش انت الراجل بتاع شاول ده، انت يعني راجل كبارة وقائد مئة وقائد جيش يعني، وكرموه اخر كرم. وقال لهم طب بس انا ما جبتش سيفي معلش، مش راضي يقول انا هربان، ما عندكوش سيف كده؟ قالوا له احنا عندنا سيف جليات مركون عندنا بركة من ساعة ما انت قطعت رقبته زمان. قال لهم بس هو ده اللي انا عاوزه. وكت تاني يوم الكذبة دي تسببت في قتل 80 كاهن. طبعا شاول هو المجرم، بس داود حس بمرار فظيع. ليه كذبت؟ ليه ما قلتش الحقيقة؟ ليه خفت؟ ما هو الكذب الكذب قبليه خوف على طول. خفت اقول ما يدخلونيش اقعد تاني بيت في الجبل، تعبت من الجبل يا داود مش بتاعتك دي. لما جاله ابي اثار الوحيد اللي فلت من المذبحة جاله، لانه عارفين ان داود حلو بالرغم من غلطته، قال له انا تسببت لبيت ابوك، انا ابني السبب في ده كله، انا السبب لاني ما عشتش في الحالة اللي انا كنت عايش فيها قبل كده، حالة الشبع بربنا فلتت مني، فبقيت افكر بطريقة بشرية واكذب وفي لحظة زي كده ضيعت 80 بني ادم. خطيئة أوريا الحسي وبالشبع، كل ده كان عبارة عن ايه؟ خروج برا النص، بدل انسان روحاني رجع جزداني تاني، بدل عطش للبر عطش للدنيا وشهواتها، انهيار فظيع. طب وبعدين مراحم داود يعني ايه؟ يا رب ارحمني ورجعني تاني داود القديم، رجع للداود المزامير، رجعني تاني معك لا اريد شيئا على الارض. يبقى معناها ببساطة اسمعوا فتحيا نفوسكم، ما تسيبوش الخطية تموتكم، ولو فلت وبعت لف وارجع عشان تدوق الرحمة اللي دقها داود مراحم داود الصغر. طبعا خطايا اخرى زي ما حصر العدد برضو بدون رأي الهي، زي اولاده اللي ما تربوش كويس بسبب مشغولياته. اميلوا اذانكم وهلموا الي اسمعوا فتحيوا انفسكم واقطع لكم عهدا. اسمعوا فتحيا، اذا كنت حبيبي عندك قلق، انا خايف اقول مين عنده قلق يرفع ايده، ما فيش داعي الفضائح، بس تقريبا بالاجماع لو قلت اكتئاب في ناس من بره هتدخل عشان ترفع ايديها. طيب تصوروا ان الانجيل صدقوني في علاج للقلق والاكتئاب، هتقولي لا بقرا الانجيل ما خفتش، لان الجرعه قليله. عادي يعني، انتوا ناس بتوع جرعه وفاهمين، لما تاخد حبايه بدل 3 بدل 5 في اليوم ما تقولش ما عملتش شدوق دورها، انت ما خدتش جرعه. طب جرب بقى تقعد ساعه مع الانجيل كده تاخد جرعه بقى،
هتفاجأ بأنك فقت ورقت والقلق راح. ولما تفضل تقعد فترات 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 هيختفي تماما الكرونيك انكزايتي ده، هيختفي صدقني هيختفي، بس جرب. بس انت مش عاوز، انت اسهلك تبلبع كالميبام ولا غيره وخلاص، لكن قعدة الانجيل دي مملة. اوكي، اصل انت مش لسه مشتهي اللبن العقلي، مش دخلتش على الاكل الدسم. لكن لو قعدت تغوص في حجاي ولا حبقوق ولا الناس الغريبة دي، صدقني هتدخل مش هتطلع، وتلاقي نفسك فرحان وشبعان، تقول انا ايه العيشة اللي انا فيها دي؟ طب ما في عيشة احلى وسهلة. هل تعاني من حيرة واضطراب؟ اكيد، عندك قرارات مش عارف تاخدها، عندك يمين وشمال مش عارف تختار. هل تعاني من غيرة؟ شايف في ناس سابقينك، او يأس او احباط، كله عنده حاجات من دي. صدقني انت بس دواك في كلمة ربنا، بس مش بتاخده ومش راضي تاخده لانه ببلاش. احسن لك تروح للدكاترة يجربوا فيك الدواء وتدفع فلوس كتير. اسمعوا فتحيوا، ايه سهل قوي، اسمعوا فتحيوا، اسمع اكتر. طبعا النهاردة نشكر الله الانجيل يتسمع والتفسير يتسمع، فبقت برضو مش بس قراية، لكن ادي نفسك وقت. كتير لما يعيشوا مع تفسير او قصة في الكتاب على الاقل بينفصل برا الدنيا نص ساعة. النص ساعة دي حلوة، كويس فصلت عن الدنيا شوية. لو نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة، خلاص هتبقى غريب عن الدنيا، وهتبقى عايش طاير فوق الدنيا، وتبقى رجليك فوق كالايائل كده بتهف فوق الجبل. أكمل النص، هو ده قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك، من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. تلاحظوا إيه؟ بعد ما تشبع بالكلمة اسمعوا فتحيوا، تعالوا خدوا فضة، تعالوا من غير فضة خدوا لبن وخمرة ومية. تحصل إيه بقى؟ من الشبع بالكلمة لدعوة الناس. كله بيعمل كده، السامرية بتعمل كده، المخلع بيعمل كده، المولود أعمى بيعمل كده، يشبع ويجري يقول للناس تعالوا. الخدمة الحقيقية رد فعل تلقائي للشبع، والخدمة التمثيلية وظيفة جديدة تنضاف لوظيفتك. وده الفرق بين خادم وخادم. في خادم من مش واخد باله انه خادم، زي السامرية فرحان بربنا فبيكلم من غير ما ياخد باله انه بيكلم عن ربنا. وفي واحد بيحضر عشان يقول، بيدخل في الفورمة بتاعت الخادم، هو مش بيعش. لو سمعت ودقت وشربت وارتويت، هتلاقي نفسك من غير ما بتفكر بتدلدق، تخرج من بطنك انهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. من اكتشاف العريس لبناء ملكوت العريس، يعني ايه؟ لما تكتشف ان المسيح ده حلو قوي ويستاهل انك تركز معاه، هتلاقي نفسك بتبني ملكوته، زي واحدة وخطبها وبيعملوا عش الزوجية مع بعض. فهتلاقي ربنا مع انه مش محتاجنا، ساب لنا فرصة نبني معاه عش الزوجية الابدي، الملكوت. مديك فرصة تشترك في الخدمة، لكن ان كان عليه انت مبوظ له الخدمة، كان الملائكة اولى طبعا، لكن وماله، بدل انت صاحب البيت برضو وعروسة، من حقها تفتي وتقول تحط المطبخ فين والسقف فين وماشي، والعريس ياخدها على قد عقلها. فانت بتشارك في بناء الملكوت. أمة لم تعرفك تركض إليك، دي بتفكرني بالناس اللي ساعات يدخلوا الإيمان ما كانوش مسيحيين من صغرهم. أمة لم تعرفك تركض إليك، يعني في ناس أول ما تكتشف ربنا تجري عليه جري، وإحنا بنتمشى، لأن دول كان بالنسبة لهم اكتشاف. إيه الحلاوة دي؟ إيه الروعة دي؟ وإحنا بنخدم في الكرازة في آسيا وأفريقيا، في ناس بتبقى عينيها مفتوحة كده منبهرة بأن ربنا حلو كده ما كانوش شايفينه، ومستعدين يعملوا أي حاجة عشان يقربوا من ربنا، وإحنا طبعا اللي بنكسعمهم بمنظرنا.
اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. يعني ايه؟ يعني يا جماعة ربنا مش بعيد. الكلام ده مش كلام رومانسي ولا نظري، الكلام ده سهل قوي. الكلمة قريبة منك، في فمك وفي قلبك. ربنا قريب قوي، ربنا اقرب ليك من عيالك، اقرب ليك من جسدك. بس ادعيه فهو قريب ليترك الشرير طريقه، لان ده بقى اللي مبوظ المشروع كله، ورجل الاسم افكاره، ليتوب الى الرب فيرحمه، والى الهنا لانه يكثر الغفران. ربنا كثير الغفران، كلمة جميلة، يعني بيدي غفران بزيادة، يدي غفران بسخاء، يدي غفران للابن الضال من موقف، يدي غفران للسامرية من كلمة، أعطيني هذا الماء، يدي غفران ل 38 سنة بكلمة قوم، يكسر الغفران. فالموضوع المشروع جذاب ومقنع. اترك أفكارك، يعني إيه؟ لازم تغير ده عشان بقى تتبنى فكرة الشهوات الروحية. أفكارك دي لازم تسيبها. البحث عن العظمة في الدنيا والمبلغ اللي نفسك توصله في البنك والعربية اللي عاوز تغيرها وإنك تسبق زميلك في الشغل، بص الدماغ دي مش هتنفع. كفاية اترك أفكارك، ولما تترك أفكارك هترجع لربنا، هتلاقي إنه ربنا ما فيش أحلى منه، يكسر الغفران. لإلهنا كل مجد وكرم.